بخطى متثاقلة يسير على عشب لو نطق لشهد له بخفة الحركة وجمالية الأداء. خطى اليوم تختلف عن الأمس، حيث كان العرب شباك أو حفار القبور يرسم ملامح حاضر مشرق لاتحاد سيدي قاسم رفقة تشكيلة لا تعترف إلا بالموهبة كالأخوة بن دريس وفتاح والجنايني، والقائمة تطول. مع هؤلاء أجهز الاتحاد القاسمي على كل الفرق الكبرى وشكل خصما عنيدا لمحور الرباط والبيضاء. بالنسبة لي كلاعب لعبت في الاتحاد العثماني، ربما تتعرف هذه المسيرة، من الاتحاد العثماني مشيت للمغرب التطواني اللي دوز فيها واحد السنة، من المغرب التطواني جيت للكسناك، من الكسناك جيت للاتحاد القاسمي. القاسمي دوز فيها تقريبا واحد 15 و16 سنة، اللي تقريبا نص ديال العمر ديالي دوزته مع سيدي قاسم. تألق الفتى الأسمر منحه تأشيرة العبور للمنتخب الوطني الذي قضى معه عقدا من الزمن. بالنسبة للمسيرة ديالي مع الفريق الوطني، من اتحاد القاسمي مشيت أولا للفريق الوطني للشرطة، من بعد الفريق الوطني للشرطة التحقت بالفريق ديال الأمل ديال المغرب، من بعد فريق الأمل مشيت للفريق الوطني اللي كانوا فيه لاعبين اللي ربما تنقول أنا خاصك تكون لاعب كبير باش يمكن لك تشد البلاصه ديالك مع هذوك الناس، وتحت لي الفرصه على انني انا خديت المكانه ديالي وسط هذوك الاخوان. مسيره العرب الحافله رفقه اتحاد سيدي قاسم والمنتخبات الوطنيه منحت الرجل شعبيه لم تنل من تواضعه وحسن اخلاقه، فالكل يشهد بموهبه استثنائيه قضت على احلام الخصوم في المهد، كيف لا وهو من يتقن الرقابه اللصيقه وامام اعتد النجوم. المميزات ديال العربي شباك كان واحد اللعاب اللي كيشغل كاع المناصب في رقعه الميدان، يعني كل ما دخلتيه للتيران اي منصب عطيتيه ليه تيلعب فيه. وكان من المميزات ديالو ايامات مرضى ريسكو كان كيعطي الحراسه اللصيقه، يعني كل الفريق كان ديك الساعه كانوا كيتميزوا بلاعبين موهوبين، كان هو من المميزات ديال العربي شباك لانه الخفه اللي كانت عنده، وكان عنده جو دو تيت مزيان، وكان كيلعب برجليه بجوج، يعني بحال اليمنيه بحال اليسريه ما كيفرقش بيناتهم. العربي شباك دائما كيكون في الظل، وبقى حياته كلها هو في الظل. لماذا؟ لانه انسان كيتميز بدماته اخلاقه، كيتميز بانه حشومي بزاف، ودائما الحاجه اللي فيها الاضواء هو العربي شباك دائما كيتهرب منها. ولكن هاد الناس هادو خصهم يشوفوهم على الاقل، لا واخا الا جاو على الملعب ما كيعرفوهمش، الا جاو على الملعب وبغاو يدخلوا كيقول له شكون انت. وهاد الناس هادو خصهم يزازيهم ولو غير بديكارت ديال جوار انترناسيونال، يلعب غير هنا مثلا يدخل ويتفرج ويكون عارفو الكبير والصغير. هما دابا تيجيو للباب وما كاينش اللي تيعرفهم، يبقى يتزاحموا كايها الناس. انتهت مرحلة اللاعب وبدأ عهد المدرب، وفيه صولات وجولات للعربي مع فرق الهواة، ولكن طموح الرجل كبير. يمكن كاين بعض الناس اللي في الجامعة حاليا الا وقفت قدامهم ما غيعرفونيش، الا وقفت قدامهم ما غيعرفونيش. سوء من سوء الحظ حتى انا تهمشت بالنسبة للتدريب. بالنسبة للتدريب الناس بعض الناس الاخوان اللي خداو دي ليسونس، ما كاينش شي واحد اللي عيط على العربي. وانا اللي تقريبا المسيره ديالي كلها كمدرب مع وفاء وداد ومع سيدي قاسم سابقا ومع بالقصيري مع سي سليمان، ولو واحد عيط لي وقال لي انا صيفط طلب ديالي للجامعه باش انا ناخذ داك الليسونس، وردوا لي الجواب عبر الهاتف قالوا لي لا لاج ديالك كبر. رحل العربي عن الملاعب وترك الصدى الطيب وفلذة كبده غزلة عميدة لبؤات الأطلس، ليبقى ذكره حي لا يموت.